أقضي الزوال يقضي الزوال. الحمد لله. 50 دينارا هو سعر مختلف أنواع الخضر والفواكه في سوق ولاد حملة بأم البواقي، مبادرة تبناها شباب المنطقة وقهروا بها التجار المنتهزين للتقلبات الجوية الأخيرة لتكون ضربة موجعة لهؤلاء. راني جيت من باتنا، راني لقيت لهنا جماعة يبيعوا الخضرة، راهي رخيصة الخضرة ب 5000 يبيعوا بها الخضرة كيما راهي، على ولا كيما راهي. خضر والفواكه موجودة تشوف فيها أمامنا وتشوف الباعة والمشترين راهم يعني بكثرة، حتى انه يعني استحسنوا العمليه لانه الثمن في متناول الجميع. دينار واحد هو هامش ربح تجار هذا السوق الذي اصبح وجهه الغلابه ومحدودي الدخل الذين حجوا اليه من كل حدب وصوب. نعاودوا 100 فرانك 200 فرانك وان شاء الله نطلبوا من ربي تقعد لنا هذه، احنا في ولاد حمله لا ناكلش ب 5000. ونعاونوا في الزوالي، نعاونوا في الزواوله على الشعب الزوالي، في خوتنا الزواوله باش يعيشوا، كاين اللي عنده كاين اللي ما عندوش كل ياكلوا، كلش ب 5000 ديريكت. لا 16000 لا والو، طماطم ب 16 حنا نبيعوا فيها لهنا ب 5000، ولا نجيبوا سلعه ونمشيوها وفي الغدوه نزيدوا نسوقوا ونجيبوا جديد. الكل ياكل شعار تغنى به باعة هذا السوق، وتزينوا بالقناعة التي تبقى من شيم أبناء الأوراس على أن تعمم لمواجهة بطش من انتهز التقلبات الجوية للاحتكار والمضاربة.